الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قالت لجنة النفط والطاقة النيابية أنه لم تتضح بعد وحتى الآن أي ملامح بشأن موازنة العام المقبل، ولم تتم ملاحظة أي حركة على إعداد موازنة جديدة رغم اقتراب موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي من المفترض أن تقدم الموازنة خلال هذه الأيام لكي لا تتأخر بسبب تشكيل حكومة جديدة. عضوة اللجنة زهرة البجاري قالت إن سعر برميل النفط حالياً بدأ يرتفع ويختلف سعره عما أعد في موازنة 2021، وعليه يتوجب على وزارتي المالية والتخطيط مراعاة موضوع ارتفاع واختلاف سعر النفط، داعية الحكومة إلى تقديم موازنة 2022 للبرلمان من أجل قراءتها والمصادقة عليها قبل موعد الانتخابات. انخفضت مبيعات الدولار الأمريكي للبنك المركزي العراقي لتصل إلى 240 مليون دولار، وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضاً في مبيعاته بنسبة تصل إلى 3.23% لتصل إلى 240 مليون و 637,055 دولار مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت مبيعاته 248 مليون و 425,846 دولارا، وذهبت المشتريات البالغة 193 مليون و 727,055 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 46 مليون و 910,000 دولار بشكل نقدي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا بمعدل 30,000 برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وقالت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغت 5,423,000 برميل يومياً، منخفضة بمقدار 100,000 برميل باليوم الواحد عن الأسبوع الذي سبقه. هذا وأضافت إدارة الطاقة الأمريكية أن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 150,000 برميل يومياً، مرتفعاً بمعدل 30,000 برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 120,000 برميل يومياً. أعلنت الحكومة اللبنانية رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 66% في خطوة قد تفاقم من أزمة الوقود الخانقة في لبنان. وقالت المديرية العامة للنفط في لبنان أن قرار رفع أسعار البنزين جاء استناداً إلى الموافقة الاستثنائية من الرئيس ميشيل عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسيرتفع سعر البنزين 95 أوكتان بنسبة 66% ليصبح سعر صفيحة المحروقات منذ هذا الصنف بالتحديد عند 129,000 ليرة لبنانية. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنها تستهدف خفض معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي الحالي إلى 28.5% مقارنة بنحو 29.7% خلال العام المالي 2019-2020، وجاء ذلك وفقا لبيان الوزارة عن المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية بخطة العام الرابع والأخير 2021-2022 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة لأربعة أعوام. وبحسب البيان فإن الخطة تستهدف خفض معدلات البطالة والنمو السكاني ومعالجة التضخم السنوي. إلى اللقاء.